وقتها سمع كلامي ما كان بقي بالسجن أكتر من 6 شهور. إيه بعرف، يعني كل ما عم يعمل مشكلة عم تزيد فترة سجنه. بعدين صحيح أنا بعدت عنه المشاكل، بس هو على طول عم يلحقها. هلأ أكيد بعد اللي صار بكون عاقل، ما خليت حدا يحكي شي عن الحاسة مشان ما تجي عقوبة جديدة. الله ستر إنه قال وقع على شقفة بلور، وإلا كانت بهدل. وشو صار باللي ضربه؟ طمن الشخص اللي ضربه أكل عقوبته. بعد ما رجع مهند من المشفى نقلوه على مهجع تاني، وهيك تسكر الموضوع. بس كل الحق على ابنك مهند، لو أحد عاقل ما صار هيك. بس لا تاكل همه أبدا، أنا على طول حكون جنبه. مؤيد، شو ما قدرت تنام حبيبي؟ مبلا نمت شوي، بس قمت لأشرب. صارت الساعة 3:30 ولسه أبوك ما إجا. وين بده يكون راح لهلأ؟ والله خايفة عليه. اطمني هلأ بيجي. هو مهله بالعادة إنه يتأخر لهالوقت هاد. أمي؟ بدي أسألك سؤال، شو صار بالمصاري اللي أعطيتك ياهم؟ أعطيتيهم لمهند؟ بتعرف إنه أخوك ما رح يقبلهم مني، فأعطيتهم لعلي. صحيح نسيت قلك يا ابني، أنا أعطيته بس 80,000 وخليت معي 20,000 مخبيتهم. ليش هتخليهم معك؟ أنت ناقصك شي مصاري؟ لا حبيبي، أنا ما خليتهم معي مشاني. قلت بلكي بكرة أنت احتجت منين بدك تجيب؟ مو أحسن ما تتدين؟ هيك إذا بكرة لزمك بتجي وبتاخد مني. يا أمي أنا ما راح أحتاجهم، ومهند هلأ محتاج للمصاري أكثر مني. يعني 80 أو 100 ألف ما راح تفرق، ليش ما نخليهم احتياط؟ صدقني مهند ما راح تفرق معه بنوب. خليني مخبيتهم هون أحسن. سامي؟ إيه؟ الحمد والشكر يا ربي. يلا تصبحي على خير. وأنت من أهله. وينك لهلا؟ معقولة تعمل فيني هيك؟ طولت؟ شوف قديش صارت الساعة. لوين رحت؟ كتير قلقت عليك والله. اتأخرت شوي، شو فيها؟ شو صاير لإيديك؟ ما فيهم شي. لك ليش هيك محروقين؟ لك قلتلك ما فيهم شي. يا الله. مريض الغرفة 202 اجته نوبة بالليل وعطيته إبرة مسكن. الغرفة 204 ضغطه شوي مرتفع، عطيته دواء امبارح وما عاد تفحصته. شهدت المنطقة الصناعية حريقا كبيرا ليلة أمس، ولم يتم بعد تحديد سبب الحريق، وقامت فرق الإطفاء على الفور بالسيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المباني السكنية المجاورة، حيث احترقت 3 محلات تابعة لنفس الشخص وأصبحت رمادا. ولم يعلن عن أي إصابات جراء هذا الحريق غير الأضرار المادية. ننقل لكم بعض المشاهد التي وصلتنا لهذا الحريق الكبير، ولنرى كيف تقوم. بس تخلصوا شغلة اللي عم صحوا البلور، صار له ما مسح أكثر من أسبوع. والله لسه امبارح نظفته. نظفوه مرة تانية. ماشي معلم. يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. أنا لازم روح، جيب لك شي معي وأنا جاي. حد
مين عم يتصل؟ هادي لشوف. مؤيد. ليتني نايم بتختي، لا تخاف ما هربت هالمرة. مهند، بابا حرق له محلاته لفرحات. كيف؟ مثل ما عم قلها، شفت الخبر من شوي بالتلفزيون، احترقت محلاته كلها للزلمة. أوه، بس أكيد مو هو عاملة بإيده. لا يا سيدي، شغلة واضحة مثل الشمس، أنا شفت إيديه محروقين. شو هالحكي هاد؟ امبارح لما طلعنا من المستشفى قلنا إنه بده يتمشى شوي ورجع متأخر على البيت، وكانوا وقتها إيديه محروقين. وفهمت القصة كلها بعد ما شفت الأخبار اليوم الصبح. طبعاً هو حس إني عرفت. شوفي، وما حبيت أسأله وأحرجه. والله أبوك وضاي. شو؟ ما تفوت باللي عمله؟ لا مو هيك، بس والله عجبني. مهند لا تقوم من التخت أبداً، ما بدي ينشغل بالي عليك. مهند، بلكي هالزلمة عمل لنا شي مشكلة. آه سمرة، أعطيني الريموت كنترول من عندك. يلا أنا رايحة. يلا بشوفك المساء. أي حبيبي، رح بدل تيابي وإجي. ماشي، إن شاء الله ما بشوفه للدكتور اللي مسكنا الصبح. إيه هلا بقدر أحكي. شو قلت؟ الزلمة أكيد عارف إنه اللي عمل هالشي واحد منا. إيه أكيد بيكون فهم، ما أنه غبي لحتى ما يفهم. أها، بهالحالة ما رح يمرق على خير، أكيد رح يروح يشتكي للشرطة، وبكرة بيطلبونا كلياتنا للتحقيق. هو أجبر من هيك. لكن شو ممكن يساوي؟ هو مانو بحاجة للشرطة. في عندك حدا شاكك؟ لا والله. طيب الحريق شو ممكن يكون سببه؟ حريق عادي، بس في بنزين معناته مفتعل. ممكن بالغلط، ما بعتقد إنه في إلنا أعداء، وبظن هالشي هو مجرد حادث مو أكتر. فيني امشي؟ طبيعي، لأنه وقت طعني وسألوني مين اللي عمل هيك سكتت، وهو ما رح يحكي. هلا اثنيناتنا مديونين لبعض، واثنيناتنا متدينين من بعض. بدي تخلوا عيونكم مفتح عليه، بدي أعرف كل خطوة عم يخطيها، والناس اللي حواليه كمان. هو مشكلته معي أنا، انتم ما دخلكم. مهند، ليش هيك عم تحكي كأنك واحد من المافيا؟ مو معقول، بلا ما توقعنا هلا بورطة. نعود إليكم. ما في داعي تقلق نوب، الشغلة عندي. طيب ما رح ترجع منك معه، دير بالك. وقامت بأخذ عينات من المكان لتحليلها في مقابر الشرطة، ولم تصدر النتائج قبل صباح الغد على أقل تقدير.